قبل 35 عاما، نحن الآن في العام 75-900 ألف، زار أنطوان أبو الليث مدينة القيروان. كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدم هذا الخمسيني اللبناني الأرض التونسية. جاء سائحا، ولكنه هو الذي أمضى كل حياته في فرنسا، إلى حيث هاجرت عائلته وهو في 5 أو 6 من عمره، أغرم بالمدينة، كذلك كان يقول للمقربين منه. ولم يكن هناك في الواقع ما يجعل غرامه بالقيروان أمرا مستغربا، وكذلك استقر في المدينة واستأجر بيتا في المدينة العتيقة في زنقة علي البراق، وكان يحب أن ينادى عليه بأبو الليث. وكذلك كانوا قلة من بين جيرانه الذين يعرفون أن جارهم فرنسي من أصول لبنانية مسيحية. والواقع أن ذلك لم يكن يثير كبير اهتمام، وكان أبو الليث يقدم رغم أصوله العربية نموذجا للمواطن الأوروبي الذي أراد أن يستكشف الشرق بطريقته الخاصة. لم يكن أنطوان متزوجا، يعيش وحيدا في ذلك المنزل الذي بني على الطراز العربي الإسلامي الأصيل. في قرارة نفسه لم يكن أبو الليث يريد اندماجا كاملا إلى حد الانصهار في محيطه القيرواني الجديد، بالرغم من الود الذي كان يبديه لمن يحتك بهم في حياته اليومية. كان انفتاحا حذرا على محيطه، ومن قوة ذلك الانفتاح الحذر علم جيرانه أنه جاء من بوردو حيث ترعرع. كان كثيرا ما يحكي عن صداقات أقامها مع مواطنين تونسيين وفرنسيين من أصول تونسية، وكان يستحضر نماذج من الأطعمة وبضع كلمات تونسية شهيرة. كان كثيرا ما يقول إنه لا يحس بنفسه غريبا في القيروان، لأن لديه اطلاعا لا بأس به على التقاليد التونسية، ومعرفة لا بأس بها بالتونسيين. لم يكن يظهر عليه ثراء، ولكنه كان يحيا حياة يسيرة ظاهرها بساطة يصر على إبدائها. مما قيل على لسان من يلتقونه باستمرار أنه كان يدير شركة للنقل الطرقي امتد نشاطها عبر الفضاء الأوروبي، وقيل إنه باع الشركة وقرر الاستقرار بمدينة القيروان التي أحبها منذ أن زارها أول مرة. قيل أيضا إن أنطوان أبو الليث سليل أسرة ثرية. ذات مساء من يوليوز من العام 80-900 ألف، بينما كان أنطوان مارا من جادة إبراهيم بن الأغلب غير بعيد عن مسجد عقبة بن نافع، صادف مجموعة من السياح يقودهم مرشد في منتصف العمر تزيى بالزي التونسي التقليدي. كان يقدم لهم بفرنسية لا بأس بها معلومات عن مسجد عقبة بن نافع ولمحة تاريخية عن المدينة العتيقة للقيروان. لم يكن في المشهد جديد، ولم تكن المرة الأولى التي يصادف فيها أنطوان مجموعة من السياح في أزقة القيروان العتيقة. ولأن مجموعة السياح التي صادفها في جادة إبراهيم بن علي الأغلبي فرنسية، أو هي من بلد ناطق بالفرنسية، فقد تملكه الفضول. مسح بنظراته الوجوه المتوجهة بكل اهتمامها إلى المرشد السياحي، وكذلك استوقفه وجه خيل إليه أنه يعرفه أو هو صادفه من قبل في مكان لا يذكره على وجه التحديد وفي زمن لا يستطيع تحديده. ولأنه لا يتذكر تحديدا متى وأين التقى ذلك الوجه، قرر أن يصرف نظره عن الأمر. واصل طريقه متجاوزا المسجد، مر بمحاذاة مقبرة أولاد فرحان، وسلك شارع القصبة، مضى لشراء بعض الأغراض، استغرق منه ذلك نحو الساعة. في طريق العودة صادف مرة أخرى تلك المجموعة من السياح الفرنسيين، ثم وقع نظره على نفس الوجه الذي استوقفه لما صادف المجموعة أول مرة. هم بأن يتحدث إلى بعض منهم، ولكنه تراجع واكتفى بابتسامة في وجه من كانوا في المقدمة. لا يتذكر أين رأى ذلك الوجه. مرة أخرى أقنع نفسه بأن يصرف تفكيره. كاد يفعل، لولا أن سمع وقد تجاوز المجموعة
من ينادي على موريس. لقد تذكر الآن، موريس هو ذاك اسم الوجه الذي ظن أنه يعرفه أو سبق أن صادفه في زمن مضى. لقد تذكره الآن، إنه ضابط الشرطة الذي كان آخر من استنطقه قبل أن يغادر بوردو وبعد ذلك بقليل فرنسا. اسمه موريس لاتريس. حرص على أن لا يعود ليقترب منه أكثر. لقد تذكره، بل إنه تذكر كل الأسئلة التي كان يطرحها عليه وهو يريد أن يستجلي كل الحقائق حول عملية سطو استهدفت مكتبا للبريد قبل 7 أعوام. ابتسم وهو يستغرب الصدفة التي جعلته يلتقي من كان موكولا إليه البحث عن دليل إدانته. استحضر كل الوقائع، لم يكن بمفرده، كان معه صديقه غابرييل دييغو وهو سليل عائلة مهاجرة من كولومبيا. كان ذلك في ليل 9 إلى 10 من ماي من العام 71 900 وألف. تم التخطيط على مدى عدة أسابيع للسطو على مركز البريد. شغلت العملية الصحف المحلية على مدى عدة أيام. كان أنطوان أبو الليث ورفيقه غابرييل دييغو تعاهدا على كتمان السر مهما حدث. يتذكر كيف وضع قناعين على وجهيهما. تسلل غابرييل إلى داخل الوكالة من نافذة. كان خبيرا وكان عليه أن يقطع أسلاك صافرة الإنذار. تبعه أنطوان الذي كانت مهمته فتح الخزانة بأسرع ما يمكن. كان الأهم لديهما أن يستحوذ على ما بها من عملات أجنبية. أتم عملية السطو وفق الفسحة الزمنية التي حدداها. بعد دقائق كان غابرييل يخرج من النافذة التي دخل منها. تبعه أنطوان وقد حمل كيسا به رزم من الأوراق النقدية الأمريكية والسويسرية والألمانية. ألقى بالكيس وقفز. تلقف غابرييل الكيس وأسرع إلى سيارة كان تركاها على بعد عدة أمتار. قبل أن يفتح الباب سمعت طلقات نارية مسترسلة. رأى غابرييل يسقط. لقد أصيب. حاول أن ينهضه ولكنه ابتسم وهمدت كل حركة في جسمه. انطلق أنطوان بالسيارة بسرعة جنونية. لم يغير من الخطة التي وضعاها شيئا. كان قد استأجر منزلا في أطراف بوردو ليتخذاه ملاذا آمنا يتواريان به. قصد إلى ذلك المنزل بعد أن تخلص من السيارة في منتصف الطريق. أخفى ما سرقاه وظل يترقب، يعلم أن شريكه قد قتل. وقد أحزنه ذلك كثيرا، ولكنه في الآن نفسه كان يرى أن وفاة غابرييل تعني أن لا أحد يستطيع القول بأنه كان معه أو شاركه السطو على مكتب البريد. في الأيام التالية تأكد رسميا أن غابرييل دييغو مات وأن البحث جار لتحديد هوية الشخص الذي كان معه. كانت الصيغة التي ورد بها الخبر توحي بأن الشرطة لم تتمكن من الاهتداء إلى من كان مع غابرييل. لم يكن سرا أن أنطوان أبو الليث كان من أصدقاء غابرييل دييغو، وكان طبيعيا أن ينتهي المحققون إليه وإلى عدد غير قليل من أصدقاء غابرييل. وكذلك تم الاستماع إليه مرتين، وكادت توقع به الأسئلة التي طرحها عليه الضابط موريس لاتريس، ولكنه أصر على إنكاره كل صلة بعملية السطو على مركز البريد. كان يعلم أن الشرطة ستراقبه وستتبع خطواته، ولذلك قرر مغادرة فرنسا. غادرها في رحلة سياحية منظمة استغرقت أسبوعا. في تلك الفترة استأجر المنزل الذي يسكنه حاليا. عاد إلى فرنسا وخطط لإخراج الأموال التي تم السطو عليها من الوكالة البريدية. حملها في حقيبة ملابسه وركب الحافلة إلى مونبولي. كان لديه هناك معارف استضافوه، ثم واصل إلى مارسيليا حيث ركب باخرة منطلقة إلى تونس. كانت تلك رحلته الأخيرة من فرنسا. لم يعد بعد ذلك إلى بوردو. ظل واقفا حيث هو شاردا يعيش وقائع عملية السطو.
ثم في لحظة ما التفت إلى حيث كانت مجموعة السياح فانتبه إلى أنها اختفت. تساءل عما إذا كان موريس لاتريس انتبه إليه وما إذا كان يذكره. لقد انقضت 17 سنة على ذلك. ابتسم وهو يحدث نفسه بأن عملية السطو التي نفذها مع صديقه جابرييل ستظل لغزا محيرا. لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى شريك جابرييل، ولم يتسنى استرداد الأموال التي سرقت. صحيح أنه تم العثور على السيارة التي استعملت في تنفيذ عملية السطو، ولكن الخبرات التي أجريت عليها لم تمكن من اكتشاف بصمة أو أثر يقود إلى المتورط الثاني في هذه العملية الإجرامية. يظن أن الملف أقفل وأنه سيكون بإمكانه أن يعود إلى بوردو إن هو رغب في ذلك. ثم إنه يتساءل إن كان من الحكمة التفكير في العودة إلى مكان الجريمة، سيعني ذلك الإمساك به. وصل أنطوان طريقه إلى زنقة علي البراق، دخل منزله وأغلق بابه. لا يظن أن الكوميسار موريس سيلاحقه في القيروان. مع ذلك خلال الليل تملكه خوف لم يستشعره من قبل، لا يدري له سببا سوى تلك الصدفة التي جعلته يلتقي من حقق معه. ثم إنه خال أن جابرييل جالس معه في زاوية من غرفته. لقد بلغ به التوهم حد الاعتقاد بأن جابرييل موجود معه في الغرفة حقا. تذكر وكأنه نسي حقا أن جابرييل مات، وأن الرصاصات التي اخترقت ظهره لم تدع له فرصة للاستمتاع بما سرقاه معا. في اليوم التالي خرج أبو الليث من منزله بعد ليلة لم يذق فيها طعم النوم. كانت ليلة كوابيس وفرار وجري وملاحقة لا تنتهي، ووجه جابرييل المبتسم حينا، الغاضب أحيانا كثيرا. أحس برأسه على وشك الانفجار، لا يدري يومها لم توقف عند سور مقبرة ولد فرحان. ظل يتأمل القبور الصامتة التي أخذته بصمتها ذاك في رحلة نحو المآل المحتوم. يومها مشى على غير هدى في كل دروب وأزقة المدينة العتيقة، وانتهى إلى المدينة الحديثة. الصدفة التي جعلته يرى الكوميسير موريس جعلته يظن وهما السعادة التي كان يظن أنه يرفل فيها منذ أن استقر في المدينة العتيقة للقيروان. تلك قصة لم يعلم أحد بأسرارها إلا هو، ولن ينفذ إلى أغوارها الذين يعيش في محيطهم. سيظل في نظرهم ذاك الذي حكت الإشاعة أنه كان صاحب شركة للنقل الطرقي، وأنه سليل أسرة ذات ثراء. تلك صورته الزائفة التي يريد لها أن تبقى راسخة في الأذهان. 3 أشهر بعد تلك الصدفة التي تمت في محيط مسجد عقبة بن نافع، جاء من يسأل عن أبو الليث في سكنه. لم يكن من الجيران، ولا هو من أصدقائه القدامى، ولم يكن وجها يعرفه. شاب يتكلم الفرنسية بطلاقة لا تشوبها لكنة، فجاءه بأنه جاء مرسولا من قبل فانسون. نطق ذلك الاسم أحدث في أعماقه رجة. كان فانسون من أقرب المقربين إلى جابرييل، وكان على علم بعملية السطو على مكتب البريد. لم يكن أمام أبو الليث من خيار إلا أن يدعو ذلك الشاب إلى الدخول، لم يكن يفعل ذلك إلا نادرا. أبلغه المرسول بأن فانسون يطالبه بأن يصرف له نصيب جابرييل، وإلا فإنه سيقدم للشرطة كل المعلومات. أبلغه بأنه كان ينتظر منه أن يكون المبادر إلى ذلك. كان أبو الليث قد حسم الأمر منذ سنوات بعيدة، لا نصيب لأي كان فيما تم السطو عليه، ولأن قناعته تلك كانت راسخة، فقد قرر أن يكون رده تصفية الرجل الذي أوفده إليه فانسون. دعاه إلى الصالون، ثم تذرع بالذهاب إلى المطبخ، وقد أثار ذلك شكوك موفد فانسون الذي تبعه. رآه يخرج من درج المطبخ سكينا طويلة. لم يبق لديه شك في أن أنطوان يريد تصفيته، وما أن أقبل نحوه
حتى فاجأه بطلقة من مسدس مجهز بكاتم للصوت. خر أنطوان صريعا وفي صدره بقعة دم. حاول النهوض مرة ثم أخرى ولكنه لم يقوى على ذلك، وما لبث أن فارق الحياة. فتش الذي أرسله فانسون المنزل وأخذ ما وجده من مال، خرج وأقفل الباب. مرت عدة أيام قبل اكتشاف جثة أبو الليث. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.